بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي عبر هذا التسجيل الصوتي والمرئي لنقول معا إن وطننا في أزمة، أزمة حقيقية تسبب فيها الانحراف عن المسار الديمقراطي وعن العملية السياسية والاتجاه نحو الانقلاب العسكري في زمن ودعت فيه كل الدول هذه الانقلابات. إننا في حاجة ماسة إلى أن نعلي القيم الحوار وقيم التفاهم وقيم التسامح والعمل السياسي، وأن نرسي آلات الديمقراطية، وبذلك علينا أن يعترف كل من شارك وساهم في هذا الانقلاب العسكري الذي تحول إلى انقلاب دموي بمذابح ربعة والنهضة ورمسيس ودلجة وكرداسة ونهية وغيرها. يتجه هذا الانقلاب إلى هذا المسار الدموي الذي لا يمكن أن يؤمن معه الانتقال إلى مسار ديمقراطي أبدا، لأن إلغاء إرادة الشعب تعني أن يفقد الشعب الثقة في أي انتخابات أو استفتاءات. فمن يثق الآن أن صوته سيحترم وأن إرادته ستكون هي العليا؟ ولذلك نقطة البداية في الخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي دمرت اقتصاد مصر وأفقدت النسيج الاجتماعي تماسكه ودمرت قطاع السياحة وتوشك أن تستنزف الاحتياطيات الحقيقية وليست الوهمية التي ترد في منح أو ودائع أو قروض من الاحتياط النقدي، أن يعترف الانقلابيون أنهم أخطأوا وأنهم ارتكبوا خطيئة كبرى وليس مجرد خطأ في حق هذا الوطن، أن يعترفوا أنهم انحازوا إلى فصيل ضد فصيل، وأنهم لم يحترموا أدايات العمل الديمقراطي، وأنهم لم يكونوا أبدا بحال من الأحوال ديمقراطيين، واحتقروا الشعب وساهموا في إلغاء إرادة الشعب في استحقاقات دستورية وديمقراطية وانتخابية كثيرة. هذه نقطة البداية. ثم بعد ذلك يأتي الحوار بعد أن نستعيد الثقة في بعضنا البعض بإلغاء كل الإجراءات الباطلة التي نتجت عن هذا الانقلاب الباطل، بأن يتم إخلاء سبيل كل المعتقلين وتحقيق نزيه وشفاف في كل المذابح التي تمت، وتقديم كل الذين تورطوا في القتل وساهموا فيه وحرضوا عليه إلى محاكم عادلة حتى لو كانت محاكم استثنائية وثورية، لكي تنجز بسرعة القصاص العادل من هؤلاء. وأيضا أن يعود الرئيس والشرعية التي تم انتهاكها لكي نستكمل معه خريطة الطريق الحقيقية التي قالها في آخر خطاب له. إن الفارق الوحيد بين خريطة الطريق التي أعلنها الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الشرعي والذي انتخبه الشعب والخريطة التي أعلنها قائد الانقلاب هي أنه عزل الرئيس وعين واحدا مكانه، وأنه عطل الدستور وأوقف العمل به. أما باقي بنود هذه الخريطة فهي متطابقة تكاد تكون منسوخة من كلام السيد الرئيس، سواء كانت انتخابات برلمانية لنعلي إرادة الشعب ولتقوم بتعديل الدستور بدلا من لجنة معينة شوهاء لا تستطيع أن تتفق على شيء ولن تتفق على شيء، لأنهم شركاء متشاكسون تحركهم المطامع ولا تحركهم المصالح الوطنية العليا للبلد. لذلك أيها الإخوة، نقطة البداية قبل أي شيء هو الاعتراف بالخطيئة والنزول على إرادة الشعب واحترام إرادته بعودة الشرعية، ثم محاكمة ومحاسبة لكل من ارتكب جرائم في حق هذا الوطن وأسال دماء الشهداء ركعا وسجودا وصائمين وقانتين ومتظاهرين سلميين، والعدول عن كل هذا المسار الذي أسس لدولة بوليسية فاشية تريد أن تقهر الشعب. إن الشعب المصري قادر على أن يمضي إلى الأمام ولن يعود إلى الخلف أبدا، الخلف الذي تقيم دولة مبارك، دولة الظلم ونظام يوليو، نظام الذي احتقر الشعب ولم يعطيه حقه في استفتاء حقيقي أو انتخابات حقيقية، وحاول أن يلهيه ببعض المزايا والمنح الاجتماعية عن حقه في تقرير مصيره. العمل على أن تكون إرادة المصريين هي العليا، وأن تكون مصر هي قائدة المنطقة العربية وليست تابعا ذليلا لمن يتفضل عليها ببعض مليارات الدولارات، وأن تكون مصر على أكمل استعداد لتكون مساهمة في حضارة إنسانية عريقة تحترم العقائد والثقافات المختلفة،
وتبني حوارا إنسانيا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يملي عليها لا أوروبا ولا أمريكا قراراتها. مصر التي احترمت السلام وأرادت أن تعيش بسلام، بينما قادة الاحتلال الصهيوني هم الذين تآمروا على إرادة المصريين ويحتضنون الآن قائد الانقلاب الفريق السيسي، ويحتضنون نظامه ويحتضنون طريقته، ويحذرون أوروبا وأمريكا من أن اختفاء السيسي واختفاء هذا الانقلاب سيؤدي إلى كارثة على المنطقة وعلى الكيان الصهيوني وعلى العالم كله. إن مصر لا تعيش حربا ضد الإرهاب، ولكنها تعيش حربا حقيقية من أجل إعلاء إرادة المصريين. إننا لا نصارع أحدا على مصالح ولا دنيا، ولكننا نعلي إرادة الشعب وننحاز إلى جموع الفقراء في كل مكان، وإلى جموع العاملين الذين يريدون أن يبنوا بكدهم وعرقهم بلدا حقيقيا وتنمية حقيقية، وليس إلى جموع متطفلين لصوص الثروات وناهب المال العام والذين كدسوا ثرواتهم بفضل نظام مبارك.